انا اخلاقيات ديال المهنه. الاستاذ عنده واحد الكرامه ديالو. سي ابو النصر، الاساتذه المدربين يعني رجعوا للخدمه ديالهم في المدرسه العليا للتجاره والتسيير، وانتم قررتوا ديروا وقفه احتجاجيه. علاش هاد الوقفه الاحتجاجيه؟ ولان باش هاد الاخوان وهاد الاساتذه يدخلوا واستحضار سميتو المصلحه ديال الطلبه وديال الاولياء ديالهم، فاجياوي يتحمل مسؤوليته في هذه القضيه وضغط على الاساتذه اللي كانوا مدربين على اساس انه تنطلق الدراسه. والنضال مازال مستمر على اساس انه ما نبقاوش في واحد الوضعيه ديال ستاتيكو، ما يبقاوش الطلبه اللي في حقهم اولادنا واولاد الشعب ديالنا يخليهم في واحد الوضعيه مبهمه، وهذا الشيء غيأثر فيهم نفسيا. حنا عارفين بلي غيكون تاثير نفسي على الطالب، وبالتالي هذا الشيء استحضرناه وقلنا بانه نحبسوا هذه المعركه ونخليوا الطلبه يدخلوا يقراوا ونتبعوا النضال ديالنا حتى يمشي هذا المدير. هذا المدير علمنا الناس وبلغنا المسؤولين، قلنا للمدير هذا السيد ما يليقش، راه الا كاين قبل ما يوقعش راه تقريبا كنقول لك شي 3 شهور قبل ما يعطيوه التمديد. وعلمنا المسؤولين قلنا الودي راه غادي يخلق لنا مشكل تما في هذه المؤسسه، راه الناس راه شاعلين ما قابلينش هذا الشيء. ورغم ذلك تيعاودوا يعطيوه الانتريم، وهذه مساله ماشي صحيحه. واش حنايا اللي عارفين كان قبيل الوضع كيفاش داير وعارفين شنو كاين اونتيسيبت الوضع اللي داير، وما بغيناش حنا هذا الشيء يكون. لا ما بغيناش حنا، واش باغي نديروا الاضراب ولا باغي نديروا وقفات؟ لا بغينا نلتحقوا بالاقسام ديالنا، ما نمشيو نقريو وليداتنا. كل مره خلق مشكل مع استاذ، ايوا شنو حنا كنقلبوا على الناس. اهم المطالب ديالكم استاذ؟ المطلب ديالنا الوحيد هو ان هذا السيد ماشي اهل المسؤوليه، خصو يمشي يرجع كاستاذ بغي. ولا يعفينا، الا بغى يعفينا من هذا الصداع هو يقدم استقالته ويكسر المنضه ديالو يقدم استقالته ويمشي. علاش بغينا كاع هاد الصداعات كامله؟ هاد التشبت به بالكرسي وداك الشيء مساله غير طبيعيه، غير طبيعيه. وبلاد من الله كنناقش كنوجه نداء الناس اللي من وراه، الله يخليك ما تجي راه بزاف راه بزاف. واش كاع الاساتذه ديال الدار البيضاء واقفين تيقولوا هاد السيد راه فاسد وما مزيانش، وانتم عندكم تقارير؟ يمكن الدوله عندها تقارير كثر من هاد الشيء اللي عندنا. تمشي دير مع اللازم وتخلينا نشتغلوا ونخدموا الخدمه ديالنا.